السلام عليكم. احنا النهاردة هناخد introduction خفيفة كده للميديكال انتمولوجي. يعني ايه ميديكال انتمولوجي؟ It is a science. Ology يعني science. انتيمو يعني حشرات. It is a science that deal with the study of arthropod. اي حشرات؟ لا. دي الحشرات اللي هي cause or transmit disease to human. يا اما الحشرة نفسها بتعمل disease، يا اما الحشرة دي بتransmit disease. زي ايه اللي بيكوز disease؟ الموسكيتو. الموسكيتو ممكن تعمل لي ألرجي. أي حد بيتقرص، في ناس كتيرة بيبقى عندها حساسية فتبتدي تعمل له حساسية في الجسم كله، يبقى كده الموسكيتو عملت لي الديزيز. الحشرات اللي بترانسميت انفكشن أو ترانسميت ديزيز تو هيومن اللي هي مثلا زي الملاريا، الموسكيتو برضو ناموسة تيجي تنقل لي الملاريا البارازايت ده من حد انفكتد لحد نون انفكتد. ايه هي الميديكال امبورتنس اوف ارثروبودز بتاعتنا؟ اول حاجه ارثروبودز از ايجنت اوف ديزيز اور ديسكمفورت، يعني الحشره دي هي اللي بتعمل الديزيز. ازاي؟ انا وانت درماتايتس زي ما احنا قلنا تضايقني، اي حد ناموسه بتقرص بقى بتضايق. درماتايتس كلمه ايتس يعني انفلاميشن التهاب، ودرما يعني سكين، فديرما تايتس ده انفلاميشن في السكين، سكين الرجي حساسيه في الجلد نتيجه للموسكيتو بايت. ايه تاني؟ حاجه اسمها انفيناميشن او انكوليشن اوف بايزن. انفينم ده اللي هو البول البايزن. ايه الحشرات اللي بتعمل لي انكوليشن اوف بايزن؟ عندي مجموعه عريضه من العناكب السبايدر، ومجموعه من السكوربيون العقرب كويس، وبعض الحشرات زي التاك تقدر تنقل لي inhalation of poison from certain glands موجودة في الماوث بارس بتاعتها، أو invasion of tissue زي الميزس اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة التانية. ممكن تعمل لي كمان ايه الحشرات؟ حاجة اسمها انتيموفوبيا. فوبيا يعني خوف، انتيمو اللي هي حشرات. واحد بيبقى عنده خوف دايما من الحشرات، اللي هو يقولك انا عندي فوبيا من النمل، عندي فوبيا من الصراصير، عندي فوبيا من العناكب، عندي فوبيا من الناموس. ودي حاله مرضيه، مش حد بيتدلع، لازم نخلي بالنا من الحاجات دي، لان الديجري بتاعت الانتيموفوبيا بتبقى مختلفه. من هي سامبل ديجري ان هو ممكن يشوف ناموسه يبعد عنها، او يشوف ناموسه يحصل له هيستيريكال اتاك يبقى ريتيتنج جدا وعايز يسيب المكان اللي هو موجود فيه، او تبقى مور ادفانسد كيسز بقى اللي هو يقول لك انا حاسس بالحشرات بتمشي على جلدي او بتمشي تحت جلدي. شفنا حالات كتيره من بعض الناس وصل بيهم ان هم بيحلقوا شعرهم عشان عنده اعتقاد ان في حشره ماشيه تحت جلده تحت راسه، فبيتخلص من شعره خالص علشان يشوف الحشره دي فين ومبقاش فيه موجود حاجه. لازم نخلي بالنا ان الانتيموفوبيا دي ممكن توصل لمراحل كومبليكيتد، تبقى محتاجه سايكولوجيك ثيرابي. ايه الحاجه الثانيه؟ ترانسميشن اوف ديزيز زي الفيكتور. احنا قلنا فيكتور يعني ايه؟ فيكتور يعني كارير او ارثروبود ترانسميت انفكشن. انواع الديزيز ترانسميشن اتنين، واحد فيهم اسمه ميكانيكال ترانسميشن. ميكانيكال ترانسميشن ده حاجه اكسيدنتال، بيبقى باسيف كارير. يعني ايه؟ يعني الحشره بتشيل الاورجانيزمز بتاعتها في الكونتامينيتد ماوث بارتس او بادي هير او لكس زي الهاوس فلاي. الدبانه بتاعتنا اللي موجوده دي بتنقل الامراض عن طريق ان هي الست دي يعني كل مشكلتها في الحياه ان هي بتاكل حاجات مش نظيفه، فهي بتقف على حاجه مش نظيفه تاخد منها الانفكشن سواء كان بكتيريا او فيروسز او بارازايت، وتيجي تقف على الاكل بتاعنا عشان تاكل. هي عايزه تاكل، هي مش قصدها ان هي تنقل اي حاجه، فتنقل الحشرات من حاجه مش نظيفه للاكل اللي احنا بناكله او الميه اللي احنا بنشربها فيتنقل لنا الانفكشن. فدي اكسيدنتال، هي مش قصدها ان هي تنقل الانفكشن، او ميكانيكال ترانسميشن او باسيف كارير، يعني ما فيش بارت من اللايف سايكل بيحصل جواها. النوع الثاني عكسه اسمه بيولوجيكال ترانسميشن. طالما اتكلمنا على حاجه بيولوجيكال او حاجه حيويه، معناها ان الحشره دي بتلعب دور مهم جدا في اللايف سايكل اوف ذا بارازايت.
وفي الحالة دي بقى اسمها فيكتور، يعني بارت من اللايف سايكل بيحصل انسايد ده فيكتور او جوه الحشرة دي. انواع البيولوجيكال ترانسميشن خمس انواع. اول نوع فيهم اللي بنسميه البروباجيتيف. كلمة بروباجيشن يعني مالتبليكيشن. بروباجيتيف يعني حصل مالتبليكيشن للأورجانيزم من غير ما يحصل له developmental change، بمعنى ان الفلي لما اخد اليرسينيا بيستس اللي هي الانفكشن بتاعه او الباثوجين او الكوزيتيف اورجانيزم بتاع البليك حصل له مالتبليكيشن. يعني لو الفلي ده اخد من الشخص قرص واحد مريض اخد منه واحده يرسينيا بيستس، بعد شويه في اللايف سايكل هيبقوا 10 او 100 او وات ايفر، المهم انه حصل فيه مالتبليكيشن بس. النوع الثاني اسمه سايكلو بروباجيتيف. بروباجيتيف احنا لسه قايلين مالتبليكيشن. سايكل يعني حصل سايكل اوف ديفلوبمنت بسايد المالتبليكيشن، يعني مالتبليكيشن وديفلوبمنتال تشينجز زي ما هناخد بعد كده في المدارس، ان الموسكيتو بتاخد من الهيومن الانفكتد اللي هو مريض وعنده مالاريا ده بتاخد منه يميتوسايتس او امشاج جواها، بتفضل يحصل مالتبليكيشن وسايكل اوف ديفلوبمنتال تشينجز تخلي ان الامشاج دي لو هي واخده 2 يبقوا 10، بس بدل ما هما كانوا جاميتوسايت يبقى حاجه اسمها سبوروزايت. النوع التالت هو سايكلو ديفلوبمنتال، ده سايكل اوف ديفلوبمنتال تشينجز يعني developmental change من غير multiplication زي الفلاريا. الفلاريا او اللي بتعمل مرض الفيل او الالفانتيزا زي ما هناخد بعد كده، الموسكيتو بتاخد من الهيومن حاجة اسمها microfilaria وتحولها جواها لinfective filariform larva، يعني بتاخد صورة A بتحولها لصورة B لكن بيفضلوا بنفس العدد developmental changes without multiplication. النوع الرابع اسمه ترانس اوفيريان. ترانس اوفيريان ده اوفري يعني مبيض، يعني بيتنقل عن طريق المبيض. يعني ايه عن طريق المبيض؟ يعني لو الام الحشره ديت انفكتد تبتدي تنقل الانفكشن للاوفري بتاعها المبيض بتاعها وتبتدي تبيض بيض او اوفم انفكتد، فيبقى الأوف سبرينجز الولاد مولودين أصلا حاملين هذا المرض، ده اسمه ترانس أوفيري. تمام. الترانس ستاديال معناها إنه ترانس ستاج، يعني بيتنقل من ستاج لستاج، يعني الحشرات دي بتبقى إج وبعدين تبقى لارفا وبعدين تبقى نمف، فهو الإنفكشن بيتنقل من ستاج لستاج، ده اسمه ترانس ستاديال ترانسميشن. لما جم يقسموا الحشرات لقوا بقى التقسيمه كتيره قوي، فقالوا تعالوا نقسمها كده اكوردنج للمورفولوجي بتاعها. طبعا احنا كين كده انيماليا، احنا متفقين ان احنا الباراسايت كلها تحت في المملكه الحيوانيه، بس هنحطها في عيله اسمها ارثروبودا حشرات، وبعدين هنقسمها لحاجه اسمها انسكتا واراكنيدا وكراستيشن. انسكتا حشرات، اراكنيدا مفصليات، وكراستيشن اللي هي القشريات. الانسكتا بتاعتنا دي فيها الموسكيتو والفلايز الدبان والناموس، الاراكنيدا فيها التك والمايت، والكريستيشيا دي اللي هي فيها السايكلوبس. الديفلوبمنت اوف ارثروبود بيمر بشكلين. اول حاجه ان الحشره دي تلاقي ايج، الايج دي تبقى لارفا، واللارفا دي تدي بيوبا او شرنقه، وبعدين البيوبا دي يحصل فيها كات تتقطع كده وتخرج منها الادلت. زي ما احنا حضراتكم شايفين هنا مفيش ولا ستيج من هنا شكل التانية، لا الادلت شكل الاج ولا الاج شكل اللارفا ولا اللارفا شكل البيوبا، وبالتالي حصل complete change في المورفولوجي، complete change في كل ستيج عن الستيج اللي قبلها، فبيسموه complete metamorphosis. complete metamorphosis يعني حصل change في كل ستيج، ميتا يعني بعد، مورفوزس يعني شكل، حصل ستيج في كل مرحلة عن المرحلة اللي بعدها، تغيير كلي. تمام. زي الموسكيتو والفلايز والفلي بيديفلوب كومبليت ميتامورفوزس.
النوع التاني من الديفلوبمنت ان الادلت لي اك والاك دي تدي حاجه ستيج كده صغيره شكل الادلت بالظبط بس اصغر منها وسكشوالي اماتشور بيسموها نمف. نمف يعني حريه. المرحله دي حصل تشينج في المورفولوجي بس كان incomplete فبيسموها incomplete metamorphosis زي الباك واللايس. ايه الديفرنس بين الحشرات وبعضها؟ تعالوا بقى نقول الانسكت عاملة ازاي. الانسكت دي عبارة عن هيد وبادي، والبادي ده عبارة عن هيد وثوركس وابدومن زينا، بس هي عندها two pairs of معلش one pair of antenna قرون استشعار تمام، وعندها one pair أو two pair of wings تمام، وعندها three pairs of legs. أدي واحد وأدي التاني وأدي التالت. دي الأنسكتة دبان والناموس كلهم نفس الحاجات دي. الأكراكنيدة بقى بتختلف عنهم إن البادي بتاعها عبارة عن كفالو ثوركس وأبدومن، يعني الهيد والثوركس شبكوا في بعض، وما عندهاش أنتنة وما عندهاش وينجز، وعندها four pairs of legs. أدي أربعة هم وأربعة تمانية. الكراستيشيا كفالو ثوركس برضو وأبدومن، بس بقى عندها two pairs of antenna. أدي واحد وأدي واحد، وما عندهاش وينجز، وعندها four pairs of legs. تعالوا بقى نشوف الانسكتة بقى بتاعتنا. الانسكتة لما جم يقسموها قالوا احنا هنقسمها according للوينجز بتاعتنا، يا اما حاجة ابترا يعني وينج، فهبقى عندي دو يبترا يعني عندها two pairs of wings زي الموسكيتو والفلاتس، او همي ابترا يعني نص جناح زي الباك، انو بلورا دي ما عندهاش وينج وبس عندها حاجة كده زي اللونج ماشي انو بلورا، او حاجه اسمها سايفونابترا. سايفون يعني تيوب اللي هي البق بتاعها بيعمل السكشن بيها بتاع البلات، و ما عندهاش ترا وينج بقت سايفون ابترا. سايفونابترا عندها سايفون بس ما عندهاش وينجز زي الفيل. لما جم يقسموا بقى الدايبترا بتاعتنا دي اللي هي عندها two pairs of wings كده، بدأوا يقسموها according هي الأدلت بتخرج من البيوبة من الشرنقة بتاعتها ب straight cut. straight يعني ortho زي الأرثوذوكس orthodox كده اسمها ortho straight ortho rafa straight cut، ولا هي سايكلو رافا سيركولار كات تمام. بعد كده بدأوا يقسموها اكوردنج للعائلات بتاعتها. خلينا بس يعني اعرفوا بس حتة الاورثو رافا والسايكلو رافا بس ما تفتكم. اوكي مش محتاجة اعرف بقية الحاجات. الموسكيتو، ايه اهمية الموسكيتو او الميديكال امبورتنس اوف موسكيتو؟ انا عايزاكم بس تعرفوا السلايد دي وتذكروها كويس تهتموا بيها. عندنا انواع مختلفة من الموسكيتو، كل نوع بينقل ديزيز لان كل ديزيز بيحتاج وسط معين علشان ينمو فيه، بيحتاج الفيكتور بتاعه. فعندي حاجة اسمها انافلس متهيألي سمعتوا عنها بتنقل الملاريا والفلاريا بتاعت مرض الفيل، وعندي حاجة اسمها كيلكس. الكيلكس دي بالناموسة بتاعتنا اللي موجودة في البيت دي اسمها كيلكس، دي بتنقل الفلاريا. اعرفوا بس ان هي بتنقل الفلاريا مش عايزة الفيرال انكفالايتس ولا الويست نايل فيفر، الفلاريا بس. الايدس بقى دي مش موجودة عندنا بس موجودة في بعض الاماكن اللي موجودة في السعودية تقريبا، لكن بدأت تظهر بعض حالات الدنج فيفر اللي كانوا بيتكلموا عنها في التلفزيون السنة اللي فاتت، كانوا بيسموها حمى الدنك، يعني مسمهاش حمى الدنك اسمها حمى الدنج، دنج فيفر. فالأيدس معنى ان احنا عندنا دنج فاحنا عندنا أيدس، لكن مش منتشرة في كل الأماكن،
فدي بتنقلي حاجة اسمها الدنج فيفر واليلو فيفر فيروس والزيكا فيروس. والزيكا برضو كان طلعت عليه شوية كلام كده، فلازم نبقى عارفين ان احنا عندنا حاجة اسمها زيكا فيروس. اوكي، ازاي اقدر اعمل كنترول للموسكيتو اللي موجودة عندنا؟ بصوا، الموسكيتو دي عشان تلاقي الاجهزة بتاعتها لازم كل نوع بتحب بيئة معينة تحط فيها الاجهزة بتاعتها. يعني مثلا الكيركس اللي موجودة عندنا في البيت دي بتحب الوسط اللي مش نظيف، يعني تحب مية المجاري، تحب مية الصرف بتاعت الأرض الزراعية عشان كده تبقى منتشرة أو كتيرة في الصيف عشان الصرف بتاع الرز، فدي ناموسة مش نظيفة، يعني مش بتحب الأوساط اللي مش نظيفة. الأنافلس بتحب الغابات والشجر، عشان كده احنا معندناش أنافلس، لكن موجودة في أفريقيا، موجودة في السودان، لأن هم عندهم غابات السافانا والحاجات الشجر الطويل. الأيدس لأ، دي ناموسة نظيفة جدا، دي بتحب تلاقي الأجهزة بتاعتها في المية النظيفة، يعني لو لقت خزان مية مفتوح، إزازة مية مفتوحة اللي هي المية العذبة اللي هي صالحة للشرب والاستخدام، دي الأيدس بتحبها. تمام، فانا دلوقتي بقى عندي كذا ستيج. عندي ستيج الصغيره اللي هي الايج واللارفا بتاعتها والبيوبا شرنقه، وعندي الادلت اللي بتطير في الهواء. وبالتالي انا لما اجي اعمل كنترول هعمل كنترول على مرحلتين، يا اما كنترول الاكواتيك ستيجز، الستيج اللي هي بتحب الميه اللي هي الايج واللارفا والبيوبا، او الادلت ستيج اللي هي بتطير في الهواء. تمام، الاكواتيك ستيج دي بقى انا اعمل لها كنترول ازاي؟ اول حاجه اسمها ميكانيكال او فيزيكال. يعني ايه ميكانيكال او فيزيكال كنترول؟ او بنسميه انفايرمنتال مانيبيليشن، اللي هو اعمل تشينج الانفايرمنت تو بيكام ان سيوتبل فور الايج ديبوزيشن او الديفلوبمنت بتاع الايجز دي. يعني ايه؟ يعني انا قلت من شويه ان انا هي بت 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 بتلاقي الاجز في مواصفات معينه للميه. لو هي كمان بتحب بلانتس علشان تتغذى عليها اللارفا، اشيل البلانتس دي اللي موجوده في الميه زي ورد النيل والحاجات دي. لو هي محتاجه بتحب الميه الشيدد، ابتدي اشيل البلانتس عشان اخلي السانشاين ينزل. ولو هي بتحب السانشاين لازم اعملها ديفلوبمنت اوف شيد، هبتدي ازرع لها بلانتس، يعني أغير الانفايرمنت to be unsuitable for the growth and multiplication of mosquito. طبعا لو هي بتحب المياه اللي مش نظيفة زي ما قلنا، أعمل لها drainage للbreeding places دي اللي هي مناطق التزاوج دي. لو هي بتحب clear water زي الأيدس، أعمل لها turbidity او تشينج الكرنت بتاع المياه او الليفل اوف ووتر عشان امنع ان هو تلاقي الاجز بتاعتها او ان الاجز دي يحصل لها ديفلوبمنت. الحاجة التانية بيولوجيكال كنترول. كلمة بيولوجي يعني انا محتاجة ناتشرال انيمز، اعداء طبيعية. اعداء طبيعية يعني بريديتور، كائنات مفترسة. هي مش مفترسة، هي بتفترس الحشرات دي اللارفا بتاعتها او البيوبا، زي الفروجز. في بعض الفروجز بتاكل الاكواتيك وممكن الادل ستيج كمان. في بعض الفش، حاجه اسمها جامبوزيا افينس، ده بياكل اللارفا بتاعت الحشرات. في بعض انواع الدكس، دكس البط. ففي حاجه اسمها بيولوجيكال كنترول. يبقى خدنا ميكانيكال كنترول او بيولوجيكال كنترول، واخر حاجه بقى الكيميكال كنترول، ان انا مش بقى بموت الحاجات دي بانسكتي سايد. كلمه سايد يعني كيلر، وانسكتي يعني حشره، فبقت انسكتي سايد بقت كيلر للحشرات. من اشهر الحاجات اللي كانوا بيستخدموها كان الدي دي تي، بس مشكله الدي دي تي ان هو توكسيك للبلانت والانيمال والهيومن، فبقوا يدوروا على حاجات سيف، فلقوا ان في حاجه اسمها مالاريول وحاجه اسمها باريس جرين، دول سيف في الميه. الحاجات دي بتترش ازاي؟ برشه، يا اما جرانيولز او كبسولات بتحط في الميه، سبرايز، اويل سوليوشنز احطها عشان ما تدوبش، تبقى موجوده على السيرفس بتاع الميه عشان الزيت بيطفو على سطح الميه وبيقعد مده طويله على ما يحصل له ابسوربشن.
whatever الابليكيشن بتاعه، لكن المهم ان انا بستخدم الملاريول او الباريس جرين عشان ادور على حاجة سيف. مع التطورات اللي بتحصل بقى، فلاقوا يعني انا محتاج حاجة بقى تكون سيف قوي، ومحتاج حاجة تكون افكتيف قوي وتقعد مدة طويلة، فبقوا يدوروا على حاجة اسمها insect growth regulators. دي مواد بتلعب في الهرمونز بتاعة الحشرات. احنا علشان نكبر لازم كهيومن واحنا بيبيز يطلعنا شوية هرمونات كده من المخ، والهرمونات دي تأثر على الغدد بتاعتنا وتبتدي تخلي الأطفال دي تكبر. هما كمان عندهم شوية هرمونات growth هرمون بيخليها تتحول من أجل لارفا ومن لارفا لبيوبا. فبدأوا يجيبوا مواد معينة اسمها insect growth regulators بتعمل arrest للديفلوبمنت، بمعنى ان تخلي الاستيج طول عمرها لارفا ما تتحولش لبيوبا، وبالتالي ما تتحولش لادلت، وبالتالي ما تشبيد ايج تاني. اوكي، دي حاجات سيف لكنها طبعا اغلى لانها بتتعمل بالجينيتك انجينيرينج والحاجات اللي هي تقنيات معقدة شوية فبتبقى أغلى شوية، لكن هي طبعا مور سيف. الأدلت ستيجز بقى اللي طايرة في الهواء دي، يعني معروف أنا عندي ناموس في البيت هتصرف معاه ازاي؟ هتصرف معاه كالآتي. أول حاجة personal protection wire screen، أحط سلك على الشباك. هو السلك اللي على الشباك ده بيتحط كده؟ لا طبعا، السلك ده كل سكوير انش، كل بوصة مربعة فيها 27 فتحة. ليه؟ لأن الدايمتر ده بيمنع دخول الناموس اللي موجود عندي اللي هو الكيلكس والأيدز، لأن في أماكن تانية بقى فيها ناموس صغير لازم أجيب سلك يكون فيه 40 مش بر انش سكوير. تمام؟ ايه الحاجة التانية اللي أنا ممكن أعملها؟ غير الواير سكرينينج ده، انا ممكن اعمل ابلكيشن للريبلنت. ريبلنت اللي هي حاجه ورشها على جلدي تطرد الناموس، ما تخليهوش يجي زي القف اللي موجود في الصيدليات. انسكتيسايد، هرش حاجه زي الدي دي تي والبايرثرام. انتروداكشن اوف ناتشرال انيمز بايولوجيكال زي الفراك. انيمال بارير، يعني ايه انيمال بارير؟ الموسكيتو في عندها انواع بتحب الانيمال بلاد اكتر من الهيومن بلاد، ففي بعض الاماكن الزراعيه بيحطوا الانيمال هاوسز قبل الهيومن هاوس علشان الموسكيتو لما تيجي تقرص الانيمال تاخد البلاد بتاعه، فتبقى مش محتاجه ان هي تقرص الهيومن. ده اسمه انيمال بارير. في حاجه اسمها جينيتك كنترول. جينيتك كنترول ده بقى بيجيبوا جهاز يعمل موجات معينه تعمل اتراكشن للموسكيتو تخليها تيجي الميل، تجذب الميل ويدخلوه في الجهاز ده ويعرضوه للراديشن فيعمل ستيرلايزيشن او يعمل تعقيم للميل، يبوظ له الجينيتال سيستم بتاعه، وبالتالي مش هيقدر يعمل فيرتلايزيشن للاكس. الاجز ما تبقاش فيرتلايز، فما يبقاش فيه لارفا ولا يبقى فيه بيوب. تمام، ثانك يو.